ترى تعال نفس الترند اللي بيها فستق من جوا. خلنا نضوقها ونقيمها. 2000 years later. أنا اخترعت من الطعم، بس بعدين لاحظت إنه واو طعمه غريب يجنن طيبة أو ماي جود، وبعدين استمرت فيها. بس عزة أول ما قضيتها انصدمت يعني بالطعم مع الطبخ عبالك أكو، بس بعدين لا صارت كلش طيبة بالأخير. يعني أجربها مرة أخ؟ إي أجربها مرة أخ، لأن كلش طيبة حبيتها. هنا أنا دا أشوفكم الفستق اللي بداخلها باعوا، والشعرية شلون طالعة كلش عجبتني وكبيرة تكفي ما 3 أيام. وهيج خلصنا الفيديو، أشوفكم بالفيديو اللاخ. باي.